الشعراء وأنكم أنتم وأن الشعب وأن القائد سيكون بالمرصاد لمن تسوس له نفسه أن يقول شيئا عكس ما يريده أنتم أو يريده الشعب أو يريده المستقبل إن شاء الله. الآن معنا شاعرين قدما من بافلو نيويورك، حسين الحمري أبو هند والأخ علوي قاسم الري أبو قاسم. شكرا لهم اللذين تجشما عناء السفر من نيويورك وفلتوا شغلهم حتى يأتوا يشاركونا هذا المساء. الآن في أيضا كلمة بصيرة مستعجلة، نريد أن نقول لأهمية الشعر الشعبي في الثورة اليمنية أن هناك رائدين من رواد الأمة العربية كلها والإسلامية، هما الراحل العظيم الشاعر عبد الله البردوني وأستاذنا وأستاذ الجيل دكتور عبد العزيز المغالة، كان قد تطرق في كتب لهما عن دور الشعر الشعبي في تحريك الحراك الكبير في نفوس شعبنا. لأهمية هذا الشعر تكفل به شاعرين كبيرين ومفكرين كبيرين هما البردوني والمقالة. لا نطيل كما قلت، سوف نترك المجال للشعراء الآن في كلمة أخيرة على أن هناك ثورة وهناك جمهورية وهناك وحدة لا ترجع عنهما، ومن يقرأ يقرأ. السلام عليكم. حفلنا الكريم، شرجع بلادي بلاد الغيل والوادي، قوم البوادي تشوف الضيف وارتاحه، مرشد للجالية اليمنية في كاليفورنيا تعنى تحمل عناء السفر من تلك الولاية البعيدة إلى هنا ليشاركنا هذه الأمسية، له شعر أدبي وشعبي ووطني بدأ الاغتراب في عام 1992 بداية الشعر 80 ميلادية، الشيخ ياسين ناصر العبادي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أكرمنا بوحدتنا، ونعم أنها كما أثنى عليها الله تعالى وبينها بأن نعمة جزيلة، فقال واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأحبة، شرف عظيم أن يستدعوني من كاليفورنيا وأمثل إخوانكم في كاليفورنيا في مثل هذه الحفلات التي يحق لكل يوم داخل والخارج أن ينغم بها وينعم بها ويحتفل بها وحدة اليمن التي جاءت مبرعة من علة البغي ومن نية النقم. بلغني أن الباحث الكبير الدكتور المقالح والدكتور المنصوب قالوا لم نجد في التاريخ بيتا من الشعر يبين على أن اليمن كانت موحدة غير بيت واحد للشيخ أحمد ابن اليماني يقول فيه هذه تهامة، لا دينار عندهم ولهج أبين بل صنعاء بل عدن. فدل هذا البيت على أن اليمن كانت موحدة. أما الآن فهناك الآلاف والآلاف من الأبيات الشعرية التي قيلت في صفة ومدح هذه الوحدة التي لها قداستها. أيها الأحبة، مشاركتي مختصرة وأشكر المشرفين على البرنامج إذ سبق يعني عجلوا بتقديم، وإن كنت مجرد تلميذ أو طفيلي على الشعراء لأني لست من الشعراء ذوي الحجم الكبير، إنما أنا تلميذ من تلاميذتهم. فهناك في الساحة شعراء من سنسمع منهم وننعم في هذه الليلة، ولكن مشاركة بسيطة فاسمحوا لي أن ألقيها على مسامعكم. ذكرت نعمة مولانا بوحدتنا فقمت أشكرها لله في الظلم شكر الملم بما من نعم جلت عن الحصر في أعدادي منتظمي. وإن وحدتنا جاءت مبرأة من علة البغي أو من نية النقم، وهذا كان فيه رد على الذين ادعوا أن اليمن توحدت من أجل عداء ناس آخرين. لا، جاءت نعمة من الله تعالى، جاءت مبرأة من علة البغي أو من نية النغم أو من نية النقم، جاءت على قدر من فيض مقتدر، جاءت على صبغة الإيمان. كمين.
ووحدة الأرض كانت قبل وحدتنا، أثنى عليها إله الخلق في القدم. واسمحوا لي أن أنقل إلى أن أنتقل إلى مشاعر المغترب. فقلنا وبعدنا عن الأوطان يؤلمنا، وبالتغرب من عرب إلى عجم لا بد من يوم بعد البين يجمعنا. سمعتم بليل غير منصرم، فالغربة الليل والعودة صبحكم، وعن قريب سيجل حالك الظلم. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم المبارك وبسيتنا الشعرية متواصلة بإذن الله تعالى. ننوه بأن هناك وفي القاعة بيننا شاعر فذ وصاحب كلمة قوية، ولكنه مع الأسف لن يكون مشاركا في هذه الأمسية، إنما أحببنا أن نذكره عرفانا لحضوره. هو الشاعر اليمني الشعبي الكبير عبد الله صالح العلفي، فمرحبا به بيننا. في فجر يوم الخميس 26 سبتمبر المارد أعلن صرخة الأحرار وأكتوبر الحر، وأكتوبر الحر فجرها براكيني عن من حيد ردفان، وأعلن صرخة الثوار. وتوج النصر في 22 في شهر مايو توحد شعبنا الجبار، له دور غير عادي في مرحلة الدفاع ثورة سبتمبر وأكتوبر وحصار السبعين وغيرها، وله دور مرموق في مختلف الأنشطة في المهجر، عضو ومؤسس في الكثير من الجمعيات والمؤسسات اليمنية والعربية والأمريكية، من أهمها الجمعية الخيرية اليمنية الأمريكية، المركز العربي للخدمات الاقتصادية والاجتماعية أكسس، كمؤسس المؤسسات، كأكبر المؤسسات. له أيضا مشاركات في الأيباك والوايباك، عضو ومندوب عن الدائرة 14 للحزب الديمقراطي في ولاية الأمريكي. بدأ الشعر وعمره 14 عاما، يحتوي شعره على الوطنية شعبي للثورة والوحدة والغزل والمجادلة والرثاء، وله مساجلة مع عديد من الشعراء في الداخل والمهجر. معكم الآن الأستاذ علي قاسم بالعيد الشعيبي أبو ظافر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا للولد وليد على هذه المقدمة، ورب مقدمته أكثر من أطول من القصيدة. على كل، يشرفني أيضا أن أكرر ترحيبي بالأخوين القادمان من مدينة نيويورك وبفلا نيويورك، الشاعران المعروفان حسين الحمري وعلوي الريوي، وأيضا مرحبا بكل الضيوف والشعراء جميعا. أيضا يشرفني أن أنقل تهانين الحارة والقلبية إلى جماهير شعبنا في الداخل وقيادته السياسية ممثلة بالأخ الرئيس علي عبد الله صالح، وسأسهم في قصيدة. لا تتوقعوا أن القصب كلها في مجرى واحد أو جناح واحد، في نوع من الأخذ والعطاء طبعا. إيش قال هو؟ قال جمهورية من قرح يقرح، الشعب حر وسلاله، هكذا كانت النشيد. صوتي مش مستمع ولا إيش؟ القصيدة تقول: قال ابن بالعيد لن أخلف بميعاد.